موضوع الختان أتحدث فيه مع حضراتكم طبيا ودينيا واقتصاديا وتاريخيا، فاعيروني سمعكم وفؤادكم. وظل هذا الكلام على الختان حتى في القرن الماضي. أول بقى ما تكلموا عن الختان بشدة في القرن الماضي، فبدأ ذلك أول شيء، ولذلك من اللي تكلم؟ اليهود الذين لا يريدون للإسلام الطهارة أو للمسلمين الطهارة والرقي والحضارة والمدنية، فبدأوا يتكلمون عن ذلك. فجاء في بروتوكولات حكماء صهيون كملهم بهذا النص: يجب علينا أن نعمل لتنهار الأخلاق فتسهل سيطرتنا على العالم أجمع. يقول لك أن الختان بيسبب العقم، من قال ذلك؟ الختان يسبب العقم. تم المصريات مختونات ومع ذلك أكثر النساء إنجابا، سبحان الله. يعني إذا أين يسبب، يعني متى كان يسبب يعني هذا العقم؟ نساء أوروبا هن العقيمات وهن غير المختونات، سبحان الله. طب اقتصاديا له فوائد اقتصادية؟ نعم. ما هي فوائد اقتصادية للختان؟ الختان يعتبر طب وقائي. ما أنت لو ما عملتش الختان الإنسان سيصاب بأمراض كبيرة جدا وكثيرة جدا، سنأخذها مع بعضنا إن شاء الله رب العالمين. إذا كان الإنسان سيصاب بهذه الأمراض فإنه سيصرف أموالا، والدولة ستصرف أموالا في علاجه وفي يعني مكانه، وسيصرفون يعني أموال في كذا وكذا وكذا، فأنت توفر هذه الأموال وتضعها في مكان آخر، يبقى اسمه طب وقائي.